بحشود عسكرية وقبيلة كبيرة، قوات الحوثي تصدر أوامر الاجتياح جنوب اليمن. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أصدرت أنصار الله الحوثي اليوم أوامر عليا لقيادتها الميدانية بسرعة تجهيز كتائب الموت والحسين وتعزيزها بجيش قبلي من محافظة ذمار وصنعاء في محاولة لاجتياح محافظات اليمن الجنوبية. مصادر مقربة من الحوثيين أكدت أن قيادات حوثية عليا بينهم أبو علي الحاكم والذي يرأس الاستخبارات العسكرية في جماعة الحوثية قاموا بمقابلة عدد من القيادات الميدانية والمشرفين لتحشيد جيش قبلي بجانب كتائب الموت والحسين لتنفيذ عملية للسيطرة على مناطق جنوبية وشرقية وخاصة محافظة شبوة. وأضافت: الحوثيون اعتبروا الخلافات الراهنة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية هو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك، مستغلين الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية باليمن. وتؤكد المصادر أن الحوثيين يحققون انتصارات في كل الجبهات وخاصة محافظة مأرب بسبب انهيار الشرعية التي زرعت حاجز الخوف في أوساط المواطنين والذي من خلاله تسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من اليمن.